من المتابعة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي جورج علم من العاصمة اللبنانية بيروت. سيد علم، لك التحية. نبدأ مباشرة من هذه المفاوضات الماراثونية والتي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين، وما قام به سواء في بيروت أو في تل أبيب. السؤال مباشرة، إذا كانت ثمت ملامح قد اتضحت حتى الآن، لماذا التعطل ربما، وإلى أي مدى الاحتلال يبدو ماضيا بصدق في فكرة أو حتى محاولة بحث تهدئة حقيقية إن كانت موجودة؟ السلام عليكم. عدم عودة الموفد الرئاسي الأمريكي من تل أبيب إلى بيروت وتوجهه مباشرة إلى واشنطن، هذا يعني أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض الأفكار الأمريكية التي وافق عليها لبنان بعد ملاحظات يعني أدخلت عليها من قبل حزب الله ومن قبل الرئيس البيبري المفاوض الرسمي باسم الحكومة اللبنانية. هذا يعني أن الأفكار حتى الآن لم يعلن أحدا بأنه رفضها، لكن حتى الآن لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ. أضف إلى ذلك أن إسرائيل تمعن باعتداءاتها على لبنان، وكأنها تريد تحقيق إنجاز ميداني على أثره يشار إلى التفاوض لتملي بعض الشروط على المفاوض اللبناني. والدليل على ذلك تكشيف الطيران الحربي الإسرائيلي، كشف الضاحية الجنوبية من بيروت وكشف المناطق القريبة من الضاحية كمنطقة الحدث إلى ما هنالك. أضف إلى ذلك أن التوغلات الإسرائيلية وإن لم تستقر حاليا في الجنوب، لكن دورياتها بلغت مجرى الليطاني اليوم. وطبعا ليس هناك من استمرارية للغزو في الجنوب، لكن هناك محاولات لاجتزاز وفق التعبير الإسرائيلي خلايا حزب الله في الجنوب حتى تسيطر حتى الليطاني وربما بعض الليطاني. لذلك نرى أن المفاوضات تزال تجري تحت النار، وعندما نتحدث عن مفاوضات تحت النار يعني أن هناك من يرغب أن يكون غالب ومغلوب كي يتمكن الغالب من فرض شروطه على المغلوب، وهذا يتناقض مع المبادرة الأمريكية أو الأفكار التي حملها عموش بشتين إلى بيروت وتل أبيب. إذن الرؤية اللبنانية كانت أكثر وضوحا في الساعات الماضية. الدولة اللبنانية تؤكد استطاعتها نشر الجيش اللبناني في مناطق جنوب لبنان حتى مجرى نهر الليطاني. تبدو الدولة اللبنانية ولديها هذه الأطر الواضحة للحل. تبقى النقطة عند حزب الله، إلى أي مدى حزب الله يستطيع أن ينسحب بهذا الشكل الذي ربما تريده إسرائيل بعديده وعتاده من هذه المناطق في الجنوب اللبناني؟ بمعنى آخر، قد يكون أو قد يصبح الجنوب اللبناني مكشوفا إذا أخذنا في